طب انا اتوضيت عشان اصلي الفجر الساعة 3، الفجر بيأذن النهاردة على 3:38، يبقى انا اتوضيت الساعة كام؟ 3. لقيت لسه في فرصة، قمت صليت ركعتين وأوترت بواحدة مستني الفجر. جه الفجر، صليت الفجر بالسنة بتاعته بكل حاجة في أمانة الله، وبعدين هروح الشغل بقى، فلبست الشراب الساعة كام؟ الساعة 6:30. اتوضيت الساعة كام؟ 3. لبست الشراب الساعة كام؟ 6:30، وخرجت ورحت الشغل. أذن الظهر صليت، أذن العصر صليت، وعلى أبو الساعة 5 كده نقطت وضوء. لك 24 ساعة من ساعة ما نقضت وضوء، مش من ساعة ما لبست، مش من ساعة ما توضيت 3 الصبح، مش من ساعة ما لبست 6:30، لا، من الساعة 5 اللي انت نقضت وضوءك اللي لبست فيها الشراب ده لغاية الساعة 5 تاني يوم. طب انا من 3 لـ5 14 ساعة، ومن 5 لـ5 24 ساعة، يبقى 38 ساعة الشراب في رجلك ما انتش عايز تخلعه علشان ينفع المسح عليه. يبقى إذا واحد يسألك ال 24 ساعة المتاحة والمباحة للمسح على الشراب تبدأ من إمتى؟ تقول له من نقض وضوئه. من نقض وضوئه، كلمة ورد غطاء، من نقض وضوئه. يبقى معناته إيه؟ مش من الوضوء ولا من اللبس ولا من الصلاة، إنما من نقض وضوئه اللي هو الساعة 5 اللي نقضت أنا فيها وضوئي، اللي أنا كنت لابس الساعة 6:30 الشراب على وضوء كامل فيه.